شوفوا لون حقتي بينك، ورينا. كنا نباسكن روبنز والملعقة. لا خلاص ما تضحك عاد مرة، يعني شوي تضحك لا تزيدينها. يلا اختاري لك مشروب. وريني. اختارت لهذا المشروب لاني قلت لها بكافئك بمشروب اذا طلعنا. مشكلة مشروب يسد النفس، ما ادري وين طلعته. كل رحلة مع امجاد لازم اجيب علبتين موية. ليه؟ سؤال حلو. ليه؟ مرة جبت علبة موية كنت عطشانة وحطيتها، فجأة واحنا نازلين القهوة الاقي علبة الموية في يدها وتشرب. مشكلة تشربت شوي، لا شربت يعني خذت راحتها، فصار كل ما جيت اركب عبت سيارتها موية. انا اخر واحدة اجرب هذا المطعم، طبعا جايته فطور بس عادي نجربه مرة ثانية لانه خلاص صار فاضي. اجواء فنانة. سي هاي امجاد. يو خواتمي، اصبر والله للبسها. تحسبوني استهبل رحت لبست خواتمي؟ ها امجاد ايش في بينهم؟ متعافي صاير كذا بوب سينا كثير مره. عجبتني متعافي. طبعا امس جايته فطور واليوم قلت يعني بعطيه فرصه جيت اتغدى، لكن شوفوا في وحدة حجزت لنا وتقول الغدا حجزت لكم الساعة 1 وبنروح ورايحة غصب وانا تعبانة ولا افطرت وحالتي لله. في النهاية حاجزة 1 AM 1 AM حبيبتي غدا AM مين؟ يعني الحمد لله انهم رحمونا ودخلونا، يعني فجأة لقونا طاولة. تقييم الشكل للبيتزا 10 من 10. الطعم ترقبونا. سباكيتي ليمون ناهين مشهور عندهم، بس ليمون رائع والله صدق حقهم. طعمه مو مر، مو ليمون مر، فهمت شلون؟ ليمون مر، مو ليمون، ليمونهم حلو، ليمون حلو من شان. فقرة الشاهي اهم فقرة في اليوم مع فطوم. اكتشفت اني ما عندي شاهي لذلك رحت اجيب لي شاهي انا وياها. عندي بابونج، ما ابي بابونج، ابي اشياء جديدة. في شاهي احبه بس ندري وينه. شوفوا اخذت هذا، اخذت هذا، هذا اللي عجبني. والان وريني ايش اخذتي. يو قشته كله. جايز هذا حلو، اعطيني الكيسه. الكيس هذا حلو بس هذا شو هذا مملحه بس. شوف اتوقع انا ورابعه اخر ناس يجربون هذا. شو يو العربيه؟ لا واضح لا تسوقين انت. ليش النظافه من جد؟ المفروض حطهم قرطسه. كنا اريو جوا. شري انت خي. شوفوا احسه المفروض يكون نفس طعم الشوكليت بس لا، بس مو بنفسه طعمه. ايس كريم ساندويتش، ايس كريم ساندويتش سعودية. بس حلو مو بشيء. جيب الانفيه الان، تعال تصرخ. في بعد واحد شميناه ورميناهم، ما رميناه في الشنطه لانه بتفوح ريحتها خايسه، بس هذا رائع. هذا رائع. كم تدفعون اعطيكم اسمه؟ هذا لا فيه ريحه مثل عطر قديم. كم تدفعون اعطيكم اسم العطر اللي شميته؟ حلو. هو 7 بس انا شوفي طالع. اي يعني شوفي يرجع. ايوه مو حلو، خذي اقصر، خذي اصغر. طيب احنا بزاره قاعدين ندور لها لبس لعزومتها، لكن مو هذا موضوعنا. تخيلوا اني اذا طلعت اذا معي احد، يعني ما اخذ نظارتي الطبيه يعني عشان احد معي خلاص يعني. تخيل لو دخلت زاره وقاعده ادور ورا واحده ومعاها اكياس، كنت اقول شلون رابعة شرد الاغراض متى بدها تشتري، وادور وراها واحس البنت ارتاحت. بالنهاية استوعبت انها مي باختي. حلم العصر والله العظيم. ايش بتجيبين؟ لو عندي بيت بجيب هذا. لا لا تعال شوفي بسرعة. حرمة. هاي حرمة. استغفر الله. قالت لي خلنا ندخل هنا عندهم تخفيضات، بس ما توقعت هذه الاشياء راح تصير. شوف كلهم طبعا. ايش قصدك؟ ترى بنطليني نصها كذا.
شفتي هذا السيكل؟ شفتي ما السيكل؟ ما في ورا كفرات صغار، فأنا طيب. ما راح أعرف كفرات صغار الورعان. إيه بس عشان يوازني ما أعرف أنا. فشوفي أنا بأركب واحد وأنت أيوة. يمين ويساري تحطي يدينك عليه عشان ما أطيح. شو سوي؟ يدينك عليه عشان ما أطيح. والله. جايز رحت أخذ إبرتي وجيت لقيت هذه على الطاولة ملاحظ. واضح إنها جوعان وخران. كلي يا طيب. يو لا لا كلي كلي. شوفوا فجأة جانا وقالنا بغير طاولتكم لأن باقي طلب طلبات ما بعد جت. أنت إيش طالبة؟ طالبة المنيو كله أنا متأكدة. الطبق راح ينزل الآن. يو. شوفوا طلبت لي وقالت ما اشتهيت. ما اشتهيت. ما كثروا. من ذا الفراولة. لا تواطقين غير عشان تتلذذين بالطعام. ما تلذذين بأطقي. رجل أربع فراولة. كليها. كليها. خلصنا من معرض خطوة. حسيني جوعانة. جينا هذا المكان مطعم اسمه ذا دور. حرفين جينا المود ما أقدر أصور لكم المكان كله لأن في ناس بس الفايبز حقهم مرة حلو. شوفوا كذا المكان صغير شوفوا والله عجبني مرة كوزي المكان. شايفين درت بس يلا يلا بدي بدي لا لا لين يجي كل أكل. والله أنا بذوق ريحتها الجنة. لو بديت أنا يمكن أقرمش الصحن يمكن أكل ذرة. والله ما تلامين الصديق. مستني. بسم الله. اوكي ليتس جو. احرى. الصديق يعني شكرا لاختيارك الحمد لله ما طلبناها لذيذة مرة. مرة لذيذة. مع اني ما احب القرنبيط بس رائعة. اما ما تحبيها. ما احب الصديق. يعني ما افضله بس عادي يعني. لذيذ مرة. يلا. صح رايعة؟ مرة لذيذة. فيها مي بمزيتة. اي مي بمزيتة. معنا مقلية بس اي صح بس مي بمزيتة. كذا مدري يم فيها طعم حلو. تكتب له منظر البرجر يشهي. احس من الاكل كله حار. يعني هي تكون مفروض حسنة شيء جيد. بس انا ما احب الاكل الحار. ما اقدر اكل جوعانه وش ما لا تقول لي اصبري لا تقول لي اصبري شوف الحمد لله وصل طلبها كل شوي تغير الطريق تقول اقل طبعا انا احس يعني اقل يعني شيء يسوى ايش بالنهايه من 5 دقائق لثلاث دقائق ومن 3 دقائق لدقيقه يعني والله معليش ما ادري اقول دقائق تب السلام عليكم والله البلشة يومين ورا بعض ما طفشنا احنا لكن اليوم الوجهة رائعة اتمنى لا هي رائعة ليه لانك داخلة على قراءة الكتب يعني بقوة يا والله بقوة مرة الله يستر بس شوفوا توني داخلة حرفين والله توني داخلة على طول شريت واحد ما في وقت امجاد تقول عندها طريقة تقييم مختلفة فتحت الكتاب قالت ما بي محشي والله يروى في كلام عاد لي ولا جعت حسيت ابي محشي ظنك لا 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 مو محشي بس فهمت عليها كذا تحسون الكلام مصقصق اي مره يعني ما في فراغ مع انه احس انترستينج صراحه الكتاب لا يروع ما يروع طب تعالي هنا في اشياء ثانيه وين شوفوا اخذت هذا الكتاب طبعا الكتاب اللي انا جايه عشانه ما لقيته فلقيت هذا مترجم حاسه انترستينج صراحه يو ودي اطلع لكم الكتب الثانية بس رجولي توجعني مشيت مشي حق مدري يعني حق اسبوع كامل انا متأكدة هذه الروايات اللي اخذتها من معرض الكتاب هذه كلها حقت اختي طبعا بس اني بقراها معها يعني اول مرة اقرا كتب بدون ما ابحث عنها واسوي سيرش مكثف وبحث مكثف عنها بس شرحت لي قصتها وحسيتها انترستينج صراحة هي جهة كوابيس وقامت ترسم هالكوابيس فقامت ترسم هذه الكوابيس اللي تحلم فيها دائما وباعت اللوحات الظاهر وصاروا الناس يعني الناس اللي يشترون اللوحات يموتون او شيء يصير لهم
فحسيت عجبتني عشانها رسامة بس، فحس بقراها. هذه الرواية أذكر إني قد بحثت عنها بس من زمان، يعني ما أذكر وش القصة، بس أحس بمنها شوية يعني نقراها ليلة. وفي هذه برضو روح الإمبراطور، أول مرة بحياتي روح أقرأ كتب ما بحثت عنها. أحس لازم أقرأ عن الكتب وأبحث عنها وأشوف تقييمات لها. صح ما أعتمد اعتماد كلي على التقييمات اللي يقيمونها الناس، بس أحب أشوف تقييمات الناس كذا. لكن حاليا أقرأ هذه، شفت كثير يتكلمون عنها بتيك توك، وقريت كذا كم ريفيو عنها، سويت بحث وحسيت ليش ما أقرأها. طبعا هم تينيجرز، أصدق أني مسوية البحث عنها من زمان، فأذكر أنها بيصير لها حادث هي، وبالظاهر أنها بتنسى وش صار لها شيء زي كذا. حسيت قصيرة يعني يمدينا نخلصها، بديت فيها بس ما تخلصتها. طبعا هذا كتاب ما قبل النوم، حس ودي أبدأ كتاب ثاني مع هذا الكتاب. يعني أنا ما قد سويتها أني أقرأ كتابين بنفس الوقت، بس حس ودي أسويها. حس أني ما أقدر بس بسويها، بجرب أختار لي كتاب وأقرأه. ما أحس أن هذا شوقني الصدق، شكلي بقرأ الكتاب اللي أنا جبته اللي اسمه خديعة الحب الأسباني شي زي كذا، فشكلي ببدأ. أختي بدأت تقرأ هذا الكتاب، شوفوا الفاصل حقها كيف، هذا الفاصل حقك وأنا أحسن واحدة تسوي فواصل. لا لازم ننقذها، هذه لازم ننقذها. الآن مع طلعات السبت مع ريري، احنا نجرب جو كريك بدل بيك، اتمنى انه يطلع رائع. انت ليش تحس بينهم؟ هذه 8 9 10، هذه 50 50. بتدفعين فيها؟ بدفع فيها 50 سيارة 20 ريال. هنا في العشرة ثانية كلها قروش والله فلوس عاد. هذه من يدفع نقودا في هذه التفاهات شيء عادي، هناك من يتعرضون للنصب بسهولة. خلصت الرواية وأخيرا حسيت ودي أعطيكم ريفيو عنها. الرواية واضحة وسلسة وكل شيء فيها حلو، وتقييم لها 5 من 5. لا أمزح، صدق تقييم لها 5 من 5. اللي يحب قصص الجرائم والقتل وكذا هذه الرواية بتناسبه. في منها نسخة إنجليش، بالرغم من أن القصة فيها أكثر من مسار، بس تحسونها مترابطة وواضحة، تشدكم أنكم تكملونها. وأقيم الكتب اللي جرائم قتل وكذا أقيمها 5 من 5 في حال أني ما قفضت منه القاتل في نص الرواية. إذا ما قفضتها أعطيها 5 من 5. الصدق يعني فكرة القصة مرة حلوة، أحس لازم يعني ضروري يسوون منها مسلسل كذا قصير، ما حس ينفع فيلم، حس ينفع مسلسل كذا 10 حلقات 8 حلقات. رواية مرة حلوة اللي بيقراها. وبس يا أصحاب، إلى هنا انتهى الفلوج، وشكرا لكل اللي تابعوا لنهاية الفلوج، وأتمنى أنكم استمتعتوا. اكتبوا لي بالكومنت إيش تبغون نسوي فعاليات مع بعض هنا باليوتيوب، رسمات معينة أو أي شيء عن الكتب، أو ما أدري، اقترحوا لي يعني أشياء نسويها مع بعض. بس باي.